هذه الجيوش لم تعد لديها القدرة على القتال الفعلي، الالتحام المباشر. البديل الوحيد هو الاعتماد على التكنولوجيا والتطور التكنولوجي. اليوم الجيوش الغربية تقاتل عن بعد، تقاتل بدون مخاطر، طبعا كل تحاول، هذا سببه ما يدعونه ما بالقيم، في روح قتالية نعم. أساسا، وهذا خطير. في المقابل ماذا لدينا؟ نحن لدينا شباب مستعدون للموت، لأنه في خلفية عقائدية متينة جدا، الإسلام بالتحديد، وليس دفاعا عن الإسلام، إسلام واضح، وهذا ليس كلامي، حتى بعض المسيحيين يقولونه، الإسلام هو أقوى دين على الإطلاق، هو دين عقائدي قوي جدا متكامل، هو يستطيع أن يحول الإنسان إلى إنسان في منتهى الإنسانية من جانب، ومستعد للموت في نفس الوقت، في ومبدع في نفس الوقت. يعني الدين الإسلامي هو دين قوي، وهو قادر هو على دين إنتاج الله، يعني إن الدين عند الله الإسلام، وأجيال من المقاتلين العقائديين الحقيقيين الذين لا يهزمون. ما في اليوم أمة غربية تستطيع إنتاج هذا النوع من المقاتلين على مستوى الالتحام المباشر. يتغلبون على هؤلاء فقط عن بعد بالتكنولوجيا والأسلحة. أنه في خبر جيد، وهذا طبعا هي معلومة موجودة، أنه في لدى عاصمة الكيان تل أبيب، هي عاصمة الشاذين في العالم، هذا خبر جيد بالمناسبة بالنسبة لنا. يعني هؤلاء لن يقاتلوا، يعني هؤلاء الذين بيعملوا هذا الانحراف الشديد على مستوى سلوكهم الشخصي، سياحة الشواذ يذهبون إلى تل أبيب، يعني لن يقاتلوا، هؤلاء ليسوا مستعدين للتضحية. كيان العدو الإسرائيلي كيان يصف نفسه كأنه كيان ديني، هذا يصف نفسه، لماذا أصبح الدين لديهم منتهكا إلى هذا المستوى كما أشار التقرير؟ يعني تحولت ما يسمى تل أبيب إلى ساحة، وجهة سياحية لكل مثلي العالم أو الشواذ. هلا إذا هلا قد يعتبر هذا معادي للسمية الكلام الذي سأقوله، ليس في هذا الإطار، ولكن من يعرف أنه صناعة الأفلام الإباحية من قام بها أساسا، ومن الذي حمل هذا الوزر الكبير وحوله إلى بزنس كبير اليهود حول العالم، نعم. ومن الذي تاريخيا وفي كل مكان يقوم بتجارة بيوت الدعارة والعلا بالليل، وهيدا هيدا هيدا المجال، هذا المجال القذر، يعني هذه الأموال القذرة، وهذا المجال، من الذي يقوم بكل هذا؟ بالعكس، هذا شيء معروف على فكرة، وإنما لا يقال أحيانا تحت عنوان لا يتم اتهامك بتصنيف فئة أو كذا.